اختتم الوفد الاقتصادي البحريني زيارته الرسمية إلى جمهورية الهند والتي نظمها مجلس التنمية الاقتصادية هذا الأسبوع للترويج للفرص الاستثمارية في مملكة البحرين. وتركزت أعمال الوفد في مدينة مومباي الهندية، وذلك ضمن مساعي المجلس لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة والخارج واستقطاب الاستثمارات للمساهمة في خلق فرص عمل في السوق المحلي. واستضاف مجلس التنمية الاقتصادية منتدى للأعمال شكل منصة تفاعلية مهمة للقاء أعضاء الوفد مع 100 من المستثمرين وممثلي القطاعات الاقتصادية الهندية، وذلك للاطلاع على فرص التعاون الاستثماري المتاحة بين الجانبين ولبحث سبل تأسيس شراكات مستقبلية بين قطاعات الأعمال البحرينية والهندية. والتقى الوفد البحريني بمسؤولي شركات هندية رائدة في قطاعات التجارة والترفيه والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية الفينتك والاستشارات وحلول الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تتميز بعلاقاتها الواسعة مع كبريات الشركات العالمية، حيث سعى الوفد إلى تعزيز العلاقات مع الشركات الهندية للاطلاع على فرص التعاون المتاحة معها. وأبدت الشركات الهندية اهتمامها الكبير بتعزيز علاقاتها مع قطاعات الأعمال البحرينية وبما توفره البحرين من مزايا تنافسية كبيرة أمام المستثمرين. ضمن المساعي التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين والخارج واستقطاب الاستثمارات للمساهمة في خلق فرص عمل في السوق المحلي، نظم مجلس التنمية الاقتصادية جولة ترويجية اقتصادية إلى جمهورية الهند، حيث وقع المجلس مذكرة تفاهم مع حكومة مهاراشترا في مدينة مومباي الهندية للتعاون بين البلدين في قطاع التكنولوجيا المالية. هاي الاتفاقية تكون أن تفيد البلد في الإدارة المالية، ونتمنى إن شاء الله أن تكون أكثر من كذي العلاقات بين البلدين، ونشكر الـ EDB على جهودهم ونتمنى لهم كل الخير، يعني ننظر إلى المستقبل أكثر وأكثر، يعني إن شاء الله في تطور أكثر من كذي. وتهدف مذكرة التفاهم هذه لتعزيز التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية الهند من خلال زيادة الوعي والتثقيف بالبيئة التنظيمية الخاصة بقطاع التكنولوجيا المالية وتبادل زيارات الوفود وتسهيل التعاون بين الأطراف المعنية مثل المؤسسات المالية والجامعات ومؤسسات البحث وخبراء التكنولوجيا والجهات الحكومية. لدى مومباي تجربة مذهلة يمكن أن تستفيد منها البحرين. هناك الكثير من الشركات في مجال التكنولوجيا المالية تطورت للسوق العالمي، وأعتقد أنه من هذا المنطلق يمكن أن تستفيد البحرين من خبرة هذه الشركات في هذا المجال. العديد من هذه الشركات تتطلع إلى الاستثمار في البحرين كبوابة لمنطقة الخليج العربي. وستعزز الشراكة الاستراتيجية بين البحرين والهند من استقطاب الاستثمارات والابتكارات التي ستطور من التكنولوجيا المالية في البحرين، التي تعتبر أحد أهم ركائز مستقبل القطاع المالي، حيث عرفت البحرين منذ فترة طويلة بكونها المركز المالي للمنطقة، وتعزز ذلك مع إطلاق خليج البحرين للتكنولوجيا المالية بداية العام.